الاطلسي. الاطلسي نعم. شايف ده فين ده؟ نعم. طيب اهو ماشي. اهو. طب نشوف الصوره اللي بعديها. مضيق جبل طارق ده ايه عشان نفهم الناس اللي معانا؟ اولا ده اللي بيربط بين اسبانيا وبين افريقيا. نعم. خلاص. الحاجه الثانيه انه له عدد من المواني، ميناء جبل طارق وميناء طنجة. نعم. ان هو يعني اضيق حاجه منه 12 كيلو. نعم. فمضيق واسع وكبير. نعم. ان هو نقطه اتصال في البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي اللي احنا قلنا من شويه. نعم. انه حلقه اتصال بين القوات القارتين، القاره الاوروبيه والقاره الافريقيه. الافريقيه. طب نشوف ايران عندها ايه؟ هل ايران عندها لا وفي حركه تجاره هنا 5% من البترول وسوق جايين على العالم. حاضر طبعا. اتفضل. جاي لها بالصوره بعد كده. فضل. طب ايران عندها ايه الصوره الثانيه؟ ايران عندها ان البحريه بتاعتها رقم 32 في العالم. هنا نقف وقفة. هو الاسطول بتاعنا اوقات البحرية المصرية رقم كام؟ ستة. ستة. نعم. ستة. نعم. وبرضو ليه؟ لان عندنا مشكلتين. عندنا هدف في قناة السويس بحر احمر. وعندنا بحر ابيض. نعم. البحرية على الناحية التانية. نعم. الاسطول الايراني عنده 100 وحدة بحرية. 100. تحديها بقى اتنين. شوف بقى ايه. عنده قوات منفصلة. القوات البحرية النظامية بتاعت الجيش. وقوات الحرس الثوري. حرس ثوري. واحنا عارفين لما بيخش اي نظام ديني بيعمل كده. الناحية التانية عنده 7 فرقاطات، 19 غواصة، 21 سفينة وكذا. ساحة الغام. طيب نخش بقى. طيب ايران هتستخدم ايه تاني؟ الصورة التانية. نعم. الصواريخ الايرانية. ويجب نعترف ان ايران نقف دي مهمة قوي. لان الصواريخ الايرانية. ايران حققت الفترة اللي فاتت طفرة كبيرة جدا في الصواريخ الايرانية. وادي قدامك منظومة الصواريخ. منظومة صواريخ وكبيرة. وهي خدت هذه المنظومة من كوريا الشمالية. طورتها وعملت تطوير كبير جدا. ولذلك لما جم يمنعوها من النووي قالوا منع النووي ومنع تطوير الصواريخ. نعم. الصورة اللي جاية بقى هتقول لك الصواريخ دي بتروح فين يا احمد. بص بقى. نعم. المدايات بتاعتها هتوصل لاسرائيل وحتى باب المندب. ودي كانت جديدة لان اخر صورة السنة اللي فاتت كانت لحد ايران. عشان كده هم طوروا الصواريخ دي لحد اسرائيل. لا ده اسرائيل ده راحت اهو خلاص. راحت النهاردة واصلة عند عند اسبانيا. فكده هي مغطية. عشان كده لما الرجل اولا كل ده من الانترنت. مش انا اللي بعمله. نعم. احمد. نعم. عشان ما حدش يقول احنا بنألف ولا. نعم. بتاع. نعم. خلاص خش على الانترنت هتلاقي الكلام ده. قول. نعم. مدايات الصواريخ الايرانية. هتطلع لك الخريطة دي وخمس قرايب. نعم. اذا النهاردة هو لما قال الكلام ده هو قادر بالصواريخ بتاعته. نعم. طيب نرجع بقى نخش على البلوة بتاعتنا احنا بقى. وهو باب المندب. الصورة اللي جاية. طيب معلش قبل باب المندب. معلش هرجع للصورة اللي قبل ديت. الصواريخ الايرانية تصل الى مضيق جبل طارق. ايوة ما هي قدامك اهي. 5000 كيلو. خش على اي. خش اكتب بس على الانترنت سيرش. مدايات الصواريخ الإيرانية. هحط لك دي وفي كذا يعني كذا خريطة تانية بس انا ادي اوضح واحد. نعم قدام هناك. قدام هناك. 5000 كيلو. تفضل. بالظبط.